الشمال عندك ولا عندي بس صح؟ تفضل الشمال في حراسة المرمى مروان شريف طبعا الرباعي ماتياس لاعب مميز في خط الدفاع والجابري طبعا لاعب خبرة قلبين دفاع وعقب طبعا في الظهير الأيسر يجي متولي وخليفة المالكي هو قلب الظهير اليوم ياسين يغيب اليوم ايوه عندك صحيح وهذا الرباعي طبعا في محسن يزيدي وجرمي في نص الملعب من أمامهم ماجد محمد اللي ساقط وراء بهاء في رأس الحربة